شكرا لك كابتن سمير. نروح للكابتن محمد فودة ونشوف الحالات اللي اختارها لمباراه الفتح والاتفاق. تفضل ابو خالد. ان شاء الله ابو بدر. طبعا المباراه كانت بقياده محمد الهويش، محمد العبكري، وخلف الشمري، سلطان العكيري، شكري الحنفوش حكم فيديو، وعيسى الخيبر مساعد حكم فيديو. ايضا شاهد في هذه المباراه 5 حالات. الحاله الاولى كانت في دقيقه 13 من زمن المباراه، سقوط رقم 2 نواف البوشل مع اللاعب ايوب عبد اللاوي. طبعا نلاحظ هنا سقوط اللاعب نادي الفتح لعب الكره، والمدافع لعب الكره، والمهاجم نادي الفتح سقط قبل ان يلامس مدافع نادي الاتفاق، وبالتالي لا توجد ركله جزاء. لاحظ اللاعب الان جاهز للسقوط، لم يلامسه مدافع، حتى القدم المرتفعه من مدافع نادي الاتفاق لم تتجه ناحيه اللاعب، وبالتالي لا توجد ركله جزاء واستمر اللعب. كان قرار صحيح في الدقيقه 13 من زمن المباراه. ماشي معايا كابتن سمير؟ انا شايف انه رفعت الرجل اللي فيها انه لا، دي تكمله اللعبه، ما فيش حركه اضافيه. لو كان في حركه اضافيه تبقى ركله جزاء، بس هو انا هنا اللعيب لعب الكره خلاص، دي ما فيهاش مشكله خالص. علاوه لعيب فتح فعلا نطت قبلها، يعني بمشي مع قرار محمد الهويش. واضح. تفضل. الدقيقه 15 ايضا في هدف ملغي للفتح نتيجه تسلل. طبعا التسلل موجود، والحكم المساعد اعلن عن التسلل، وبالتالي هدف غير صحيح تم الغائه من قبل الحكم المساعد، وهذه حصلت في الدقيقه 15. نلاحظ اللاعب الذي يقف امام مدافع نادي الاتفاق. الدقيقه 50، الحاله الثالثه، حارس نادي الفتح قفز ولعب الكره اللي هو ماكسيم كوفل. ما في اي مخالفه على حارس مرمى نادي الفتح لانه لعب الكره واصطدم به المهاجم. لا توجد اي ركله جزاء لصالح نادي الفتح والاتفاق، لانه الحارس نجح بلعب الكره، وبالتالي لا توجد اي مخالفه في هذه الحاله. الحاله الرابعه في الدقيقه 68، هنا سقوط مهاجم نادي الاتفاق يوسف نياكاتي. هل كانت فيه مخالفه على مدافع نادي الاتفاق؟ نلاحظ هنا عمليه اللعب، التنافس بين اللاعبين، هذه الحالات اللي نقول فيها تنافس كتف بكتف، واللاعبين منافسين على الكوره، ولم يكن هناك في عمليه دفع، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم المباراه. لكن لو كانت ذراع مدافع نادي الاتفاق من تحت الابط وقام بعمليه الدفع تكون ركله جزاء، لكن هذه الحاله لا توجد فيها اي مخالفه، واستمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم المباراه. الحاله الاخيره في الدقيقه 79، احتساب ركله جزاء. طبعا ركله جزاء صحيحه، كانت في عرقله من مدافع نادي الاتفاق عبد الله الخطيب رقم 18 لمهاجم نادي الاتفاق داخل المنطقه، ونشاهد المخالفه موجوده الان. لاحظ قدمه اليسرى قام بعمليه عرقله للمهاجم نادي الفتح، وبالتالي ركله جزاء صحيحه. طبعا بالنسبه لركله الجزاء تم تنفيذها في الاول وصدها حارس المرمى، ولكن حكم المباراه اعاد التنفيذ. نشوف اعاد ليه. طبعا بالنسبه للقانون يجب يكون حارس المرمى بين القائمين وعلى او بين القائمين وتحت العارضه على خط المرمى. في هذه الحاله كان لاعب حارس مرمى نادي الاتفاق اثناء التنفيذ كانت قدم خارج خط التماس، والقدم الاخرى داخل المرمى، يعني ايضا لم يكن يقف على خط المرمى تماما، وبالتالي بعد ما لعبت نفذت ركله الجزاء، حكم الفيديو استدعى حكم المباراه. يعني ما شافها هو الحكم؟ نعم. الحكم ما شافها؟ لا، هو طبعا الحكم في هذه الحاله عمل يضرب. حكم المساعد ايش قاعد يسوي؟ واقف يتشمس؟ ايضا بالنسبه من مهام حكم الفيديو ايضا متابعه حارس المرمى وتحركه على خط المرمى. بالنسبه لحكم المباراه يضبط دخول اللاعبين العشرة ياردة اثناء التنفيذ. يا عمي صار الحكام كلهم يعتمدوا على الفيديو الحين. يعتمد على الفيديو هذه بس كل شيء يجينا في الاعاده. المهم هذه العادة تم إعادتها لأنه قدم لاعب نادي الاتفاق خارج المرمى خلف خط المرمى، وبالتالي تم إعادة تنفيذ ركلة الجزاء. هذه أهم الحالات يا أبو بدر في مباراة الفتح والاتفاق. يعطيك العافية أبو فهد. خلينا نروح بس الفاصل الأخير ونعود، خليكم معنا.